مشاهدينا برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم السبت 11 أيار 2024. بسنة أنا رحب بضيفي باستوديو عضو تكتل لبنان القوي النائب نقول السحناوي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معالي. أيضا سينضم لنا في سياق هذه الحلقة عبر تطبيق زوم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيومجيان بعد قليل. طبعا أهلا وسهلا فيك أستاذ نقولة. اليوم في عنا عدة مواضيع، يعني فاتحين جبهات متعددة عمليا. عنا جبهة النزوح السوري واللي أنتوا رأس حربي فيها، أيضا عنا الملف الرئاسي، عنا الجبهة الحقيقية الفعلية يلي هي جبهة الحرب في الجنوب في 4G. خلينا نقول جلسة بانتظارنا أيضا بموضوع النزوح على أمل أنه نعلن عن جلسة انتخاب رئيس قريبا. في كلام جديد عند الخماسية وفي كلام جديد آتي من أموس هوكشتاين في واشنطن، سمعوا منه الوفد النيابي الذي يزور واشنطن مبارح. يعني بدك تساعدني في كتير حكي جدول نحكي نحن وياك، دسم كتير ومتكل عليك كيف نشهل فيه عمليا. خليني بلش تحديدا من ملف النزوح، ملف جدي حقيقي سنصل فيه إلى نتائج أم ملف مزايدات وتلهي وبيق ومن بيق؟ شو بدكم تعملوا؟ لكن في سيناريوين خلينا نبسط للمشكلة. في سيناريو المجتمع الدولي بده يساعد، ساعتها ملف النزوح بيصير سريع وفعال. وفي في سيناريو المجتمع الدولي بعد مش مقرر يساعد. هلا عم نسمع انه في شويه تغيير بالمواقف. نحن رحنا شفنا السفيره الاوروبيه وسمعنا رئيس الاتحاد الاوروبي انه في مناطق امنه ممكن نسهل شوي بالعوده او ممكن نحفز للعوده، بس نحن حسينا انه هذا التغيير بطيء وما بنعرف امتين بياخذ مدى. حسبي المجتمع الدولي ما غير موقفه وبعده بهذا الموضوع دافع كثير وبده يخليهم هون. الحكومة اللبنانية بدها هي تواجه وتجابه هذا الموضوع. كيف بدها تواجه وتجابه؟ يعني نحن الملف السوري إذا بتجي بتاخده تنكون جديين بالخطوات العملية، مزبوط؟ أول شيء بدك تفرزي السورية بين سوري شرعي وسوري غير شرعي، ونحن قد ما نكون قبلانين واهلا وسهلا بالسوري الشرعي اللي جاي يشتغل بلبنان بمهن له حق يشتغل فيها، هذا العدد ما حيتخطى المليون شخص. بضل في عندك 1.5 مليون ما لهم حاجه بلبنان او عم يشتغلوا بمهن ممنوعه خلص هي مجرد انه هن غير شرعيين، ما بدنا نناقش بشيء ثاني اذا بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا. اذا بدك تكوني انت طريه شوي بهذا فيك تقول العامل الزراعي حتى اذا اوراقه منا صح ما مش هو الهدف، الهدف عائلته، الهدف الشخص اللي عم يشتغل كوافير او فاتح دكانه او فاتح يعني عم بينافس اللبناني، يعني هيدا الموضوع. اذا انت جيتي فرستيون مجموعتين وحتى لنقول العامل السوري قلت له روح اعمل اوراقك، صار عندك نازح شرعي ونازح غير شرعي، عندك 1.5 مليون بالحد الادنى بدك ترحليهم، اوكي؟ انت اذا رحلتيهم حسب امن العام والاجهزه كانوا كثير فعالين بعمليه والبلديات كلنا سوا اشتغلنا مع بعض واخذناهم على الحدود، اذا الحدود مفتوحه حيطلع من هون ويفوتوا من هون. يفوت من معروف وهذا الخوف. مش هيك عم بقول الأول شيء الحكومة بدها تشد حالها، بدها تعطي الإمكانيات لأمن العام ليقدر يعمل شغله، وبدها تعطي الإمكانيات أو تقول لهم للجيش بتكونوا حاسمين بالغدع التهريب، ساعتها بتكوني أخذتيها من الميلتين. ومفترض كمان يحكوا مع الدولة السورية هي تكون عم بتواكب هذا الشيء وعم بتساعد. بفتكر أنه هون الأساس عمليا وهو التنسيق مع الدولة السورية عمليا. بس أنتوا لما نفتوا على هذا الملف أنتوا عندكم قناعة مثلا، خلي يقول أنه قبل دقائق شفنا تابعنا صور وصول الرئيس مئاتي إلى عين تيني لأنه عنده لقاء مع الرئيس بري قبيل جلسة. إن شاء الله يحكوا بالموضوع، بدون يحكوا إجباري يعني ما في جلسة نهار الأربعة وكلكم رابطين له للرئيس مئاتي على الكوع مثل ما بيقولوا ناطرين وفاتكم في جملة، وهذا حق
في جملة تساؤلات بتكون أجوبة عليها من هبة أو رشوة تسميها ما شئت المليار يورو إلى شو بدها تعمل الحكومة. بعدنا عم نحكي خطوات جدية بهذا الموضوع. قبل ما نفوت بهذه التفاصيل، عندكم قناعة داخلية أنه عن جد رح نقدر نوصل لنتيجة بهذا الملف لما المجتمع الدولي وأوروبا تحديدا ما بدها؟ ما انا قلت لك اذا المجتمع الدولي ما بده، بده يكونوا اللي قاعدين بالحكم، لنقول الوزراء والمسؤولين والحكومه بدها تكون مقاربتها مثلنا. يعني ما عليه اذا زعلوا الاوروبي، وما عليه اذا زعل المجتمع. ليش ما زعل؟ في شجاعه. ليش ما وين كانت الشجاعه لليوم؟ مش وين كانت الشجاعه بعهد العماد ميشيل عون فخامه الرئيس؟ فخامه لا 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 لا، لما بتحكي شجاعه في حدا اهم من ميشيل عون؟ جاوبك ما بفتكر رح تلاقي حدا اهم. ميشيل عون فخامة الرئيس ميشيل عون طلع على المنبر بالامم المتحده وقال لهم وصلنا على الهاويه ونحن ما حنقبل من هلا وطالع ولا لحظه يبقى نازح سوري عنا، ولح نعمل كيف تنفذت على الارض. والوزير باسيل قال نفس الشيء. تاني نهار كيف تنفذ على الارض؟ تاني نهار انفجرت الثوره. طيب عم ذكرك خلصت الثوره. عم ذكرك شو خلصت الثوره؟ لا خلص خلصنا خلص من العهد. خلصت الثوره خلص عهد. خلصنا من موضوع الثوره وطلعوا من الشارع. لا معلق خلينا نحكي منطق. خلصنا من الثوره وطلعوا من الشارع، بما تبقى شو عملتوا؟ سمعك هلا اسمعي بس بدك تسمعيني. اسمعي ديا. عم بقول لك هيدا الزلمه رئيس جمهوري الشجاع الوطني طلع على المنبر وقال انا رح اتحداكم ورح ضهرهم. ايه مكسروا الدنيا على راسه وعلى راسنا. فقر اللبناني كان معاشه هيك صار معاشه هيك، القوى الامنيه ما بقى معها تاكل، ما بقى معها تجهيزات، انكسر البلد، ركضنا ما بقى في بنوك، راحوا المصريات، الناس بالشارع، سكروا الطرقات، اختنق الاقتصاد اللبناني، كسروا البلد على راسنا انه النازحين رح يضلوا هون. بعدين لخلصنا هالمرحله كان خلص عهده، يعني ما قدر حكم حتى مش يظهر سوري، ما بقى في بوليسير قادرين نمشي. سو اذا بدك تيجي تقولي له انا تعرفيها الخبرية تبع العصفور بطير عصفور يوصله اول جناح تاني جناح. اوكي طيب بطير عصفور يعني هي من ضمن المخلونة. يعني مخلونة مش كسروا البلد على راسي وعلى راسك. ما تقولي لي مخلونة، كسروا البلد على راسي وعلى راسك. يقولوا لنا انتم فاكرين حالكم لبنانية عندكم سيادة وبيطلع لكم واحد شجاع، نحن دول العالم عاملين مؤامرة عليكم غصبا عنكم بتضلوا عنكم هدول. طيب اذا عملوا هيك مع هذا الرجل الشجاع يلي يعني الكل بيقول انه اذا ما انعملت على ايام ميشيل عون ما حتنعمل على ايام حدا اخر، عمين متكلين هلا انتم الفرق بين على حكومه تصريف اعمال ورئيس مئاتي يلي عمين متكلين؟ عم نوصل على شو متكلين. بس خلي لك شو الفرق بالمقاربه. مقاربة التيار الوطني الحر، لو كل قوى العالم وقفت بوجنا وفي شيء سياده او في شيء بمصلحه لبنان نحن بنروح بنواجه، ولو بدنا نخسر بنخسر. يعني ب 89 قال لهم يستطيع العالم ان يسحقني لو ياخذ توقيع. خسر خلص بالمنفى. اوكي سو نحن بنقبل نخسر، بس المهم نعمل واجبنا. اوكي بالنسبه للنازحين السوريين نفس الشيء، بدنا نعمل واجبنا. الوزير باسيل وقت شاف مصلحه لبنان انه يوقف مع المقاومه ضد اسرائيل وقالوا له بدنا نحطك على عقوبات، قال مالي بكون انا تحت العقوبات. هيدا الفرق بين المسؤول مثل ما نحن بنقرا الرئيس مياتي مطلوب منه يعمل نفس الشيء، بيزعلوا ما بيزعلوا، هيدا شيء وجودي للبنان. هذا كل لبناني هلا بتلقى شوفير تاكسي بك اي مناطق بلبنان اي طائفه بتقول له النزوح السوري بيقول لك خطر وجودي. عم لبناني رح يفل من البلد والسوري رح يصير اكثر منه بقلب البلد. ساعة اللي بدكم الرئيس مئاتي حاكم بامر الله وبيقدر يعمل كل شيء، وساعة اللي بدكم الرئيس مئاتي عم يتخطى حدود الشرعيه وعم يتخطى حدوده وبتفتحوا عليه حروب شعواء. انا بدي افهم بس الشغله. حقك فهمت شو قصدك، بس لعلك شغله، انا ما قصدي بس الرئيس مئاتي، انا قصدي كل المسؤولين من رئيس مئاتي قائد جيش رأس الأجهزة الثنائي الشيعي كلنا سوا. هذا الموضوع ما في رئيس مئاتي يعمله لوحده. أنا بهذا الموضوع بقول لك هذا الموضوع لأنه عم نواجه العالم كله بدنا نكون كلنا إيد واحدة. ليش اليوم
يعني هل كنا بحاجة ننطر ليسقط دم أو تصير حادثة جبال وحادثة باسكال سليمان لحتى اللي يعني تفوقوا على هذا الموضوع؟ أنا بس بدي أذكرك أنه وزراء، إذا هالقد أنتم مهتمين بالموضوع، وزراء التيار الوطني الحر أو المحسوبين على التيار الوطني الحر، لما كان في جلسة مخصصة بالحكومة لموضوع النازحين ما نزلوا. بس هدول حرتقات. لا مش حرتقات. إيه بدي وزق معك أنه حرتقات، بس مين كان عم بحرتق؟ مش أنتم كنتوا عم تحرتقوا على الحكومة؟ رح قلك ليه كتير بسهول. بدو يجي على الجلسة تيناقش بموضوع، ما هيك؟ ما هن عم بيقعدوا مع بعض خارج الجلسة، عم بيسموه لقاء تشاور. لقاء تشاور. إيه؟ وعم بيحكوا بنفس الموضوع. أوكي. نحن ما رفضنا نحكي بالموضوع، البليز خلينا نقعد نحكي بالموضوع. طيب بس ما هيدا بيأثر على مصداقيتك هلا. خليني كفي. يا عمي عم خليك. لا، لأنه هي الحرتقة كانت. ما بدك تجي على الجلسة معناته ما بدك تحكي الموضوع. مين قال ما بدي احكي الموضوع؟ بدي احكي فيه من هبكرة عشية، تعا نقعد انا وياك باللقاء التشاور ونعمل خطة وناخد الاجراءات كلها سوا لننجحه. هلا جيت انه بدك تحشرني قدام جمهور، انه اذا ما جيت على الجلسة معناته انت ما فارق معك نزوح. شو هالخبرية؟ شو هالهرطقة؟ مش هيك عم بقول لك، هيدا عم بيضيعونا. خلينا نرجع على الموضوع الاساسي. هيدا الموضوع بده وحدة وطنية ومبينة. الفارق اللي عم نعيشه كلنا سوا انه مبين انه كلنا موافقين عليه 100%. مزبوط. شو الفارق اللي انت سألتيني عنه؟ مايك حق. الفارق هو حي هال هالإصرار وهالعزم يلي عم نيحة كلمة عزم بهذا الموضوع. عم بتغازل الرئيس مئاتي. هالعزم يلي ممكن انه كلنا سوا يكون عنا اياه هو بيعمل فرق. لانه اذا عنا عزم بنحشر الاوروبية، بنحشر الامريكان، بنحشر الامم المتحدة، بنقول لهم كل اللبنانية بهذا الموضوع صاروا متفقين مع بعضهم، يا بدكم تواجهونا كلنا سوا تخسرونا كلنا سوا، يا بدكم تتفضلوا تمشوا معنا بالخطوات تتفرجي. ونحن اذا كنتوا جديين نحن مستعدين يعني نعمل اكوموديشن ونشوف على الوقت. ممتاز. تتفرجي هيدي الصوره صح انه كل اللبنانيين، هيدي جلسه الاربعاء، كل اللبنانيين هاي ممكن تكون قبل جلسه الاربعاء، كل اللبنانيين ايد وحده. وبدي يعني زيد على الموضوع اكثر شوي هون، يمكن اكثر المسيحيين تحديدا ايد وحده بهيدا الموضوع. مفروض ليش عم تشتغلوا كل واحد لحال؟ كل واحد عم يعرض عضلاته لحال. ليش بده ينزل التيار الوطني الحر لحاله يتظاهر قدام الأسكوا ويعمل نشاطاته كلها لحاله ويعمل جولاته كلها لحاله، والجمهورية القوية وفد الجمهورية القوية بيروح بيعمل جولاته كلها لحاله، وبكرة داعين لتظاهرات أمام يعني أمام المنظمة في بروكسل داعي لأي. ودكتور سمير جعجع بمقابلته مؤخرا مع زميلنا ماريو عبود قال انه حتى بيدعي الاغتراب انه يتجمعوا بمظاهرة حاشدة امام مبنى المنظمة في ليش عم تشتغلوا كل واحد لحاله، كل واحد فاتح على حسابه، بدل ما تفرجوا انكم عن جد ايد وحدة وتعملوا ضغط ممنهج؟ معك حق 1000%، مش 100%، 1000%. ايه، ونحن منقول هذا الشيء من اول لحظة. والوزير باسيل على المنبر قال انا بدعي القوات اللبنانية نقعد مع بعض ونحامل خطة مشتركة وجدول أعمال مشترك، لأنه صرنا قدام خطر وجودي للمسيحية وللبنانية. وقال نفس الشيء كمان للثنائي الشيعي، وقال نفس الشيء لكل الأطراف بالبلد. بس بالأول بأول يعني أول فريق عم نتوجه له هو الفريق المسيحي الآخر، وقال هذا الشيء ومد إيده. في من تاني مال انه لا بنعمل ورقة ببكركي وبكفي. قال له خي شو بدنا نعمل ورقة لوحده؟ بدنا نعمل خطة عمل. هاي الورقة لوحده بدنا ننسق المواقف، بدنا ننسق التحركات، بدنا ننسق هذا موضوع بده متابعة يومية. بس انا ما فيني اجبرهم يجوا على هذا العمل المشترك. هي منها موضوع تجبرهم، يمكن هني ما بيثقوا فيك. بيستفلوا. انا وهذا الارجح. كل واحد بيعمل ضميره بيقول له. بس انا اللي سالتيني ليه ما بتتحركوا سوا؟ عم بقول لك معك حق، لازم نتحرك سوا. ولا بس ما هذا الموضوع عم بيبين كانه في مزايدات بينكم وبين القوات، مين ام الصبي بالموضوع ومين اللي بيسجلها مكسب لإله. بس بفهم انا مشكلة. انا بفهم انه من فريق 13 سنه كان
بالمقلب الآخر يعني مع أنه النازح السوري يفوت على لبنان ويقعد بلبنان يكون عم بيزايد هلأ تينسي هذا الشيء. بس نحن مش عم نعمل مزايدات، نحن عم نكفي مسيرة بلشناها من 13 سنة ومبسوطين أنه هلأ عم نكتر بهذا الموضوع. أنا عم بقول لك أحلى شيء أنه صرنا كلنا بالحد الأدنى عم نقول نفس الشيء. هلأ السؤال إذا كلنا جديين بهذا اللي عم نقوله وهذا اللي هنشوفه الأربعة، يعني أنا بقول لك الأربعة في تاس هلا جايين على الأربعة بس خليني كفي أنا وياك شوي حتى بموضوع حتى الثنائي الشيعي بيقول كثير مهم. الدولة العميقة بلبنان بإيد مين؟ بإيد الثنائي الشيعي. الدولة العميقة بس يعني الدولة العميقة بإيد الثنائي الشيعي؟ شو الاتهام الخطير هيدا يعني؟ اسمعي شوي، الدولة العميقة اليوم بإيد الثنائي الشيعي، وقتها بدهم يصير شيء بتلاقي كل صعوبات شو الدولة. مفهوم الدولة العميقة؟ انت عم تقول كلمة خطيرة، شو مفهوم الدولة العميقة؟ كل تناقضات البلد وكل تعقيدات والصلاحيات اللي موزعة شمال يمين، بس يكون في قرار عندهم بتلاقي كله اختفى ومشي حاله. ليش ما عم جاوب؟ فأنا عم جاوبك. لا قلت لك شو مفهوم الدولة العميقة؟ أنت كثير مبسوطة إنه جرأت وقلت اللي قلته، اسمعيني بس بالقليل لا أقوله، ما خلصوا، بس خلصوا اسأليني. يلا. أنا عم بقول لك الثنائي الشيعي بس يكون بده هو الدولة العميقة، بس بده شيء بيصير، أوكي؟ خلينا نشوف بهذا الموضوع النازح السوري هو صار بده جد أو بس بدنا نطلع مسألتون. أو بدنا نطلع الجلسة عند الرئيس بيغي كانت كتير حلوة أوكي. واللي لمسناه منه أو اللي سمعناه منه عم بيحكي مثلنا، خطر وجوده والساعة خلص ما بقى في عنا ولا ثانية بدنا نتحرك هلا ولازم الحكومة ورح نحط قدام مسؤوليتها ونعطيها دعم من كل اللبنانيين. بس بعدين بالتنفيذ بدهم هن يقولوا للأجهزة، مختلف الأجهزة ومختلف الأجهزة القضائية كله سوا يتحرك تا ما حدا يخاف. مين هن؟ هلا قلت لك هيدي الدولة العميقة امتى بلشت؟ ما بعرف بس لا ما في لا بدك تكون عارف تحليل طويل ما في تحليل لأنه إذا هيدي الدولة العميقة بلشت مبارح من سنة شيء وإذا بلشت من قبل شيء آخر لأنكم كنتم جزء من هذه الدولة العميقة وكنتوا بمرحلة نتيجة لهذه الدولة العميقة. جربنا نفوت على الدولة العميقة تكون عندنا جزء من القرار وما قدرنا، وكل مشكلتنا بالمشاركة هلا بالشراكة، بمعنى انه هلا في مس بالشراكة بهالحكومة مثل ما مكونة وبلا رئيس جمهورية وغيره له علاقة بهذا الشيء. نحن عم نقول هذا البلد ما في فريق واحد يكون ماسك القرار النهائي او الدولة العميقة، لازم قالكم دكتور سمير جعجع ماشي هيدا ردا على الكلام اللي عم تقوله هلا، قالكم دكتور سمير جعجع الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه في ملف الوجود السوري غير الشرعي، بعضهم يقول اننا تأخرنا لطرح هذا الملف لكن اخصامنا في محور الممانعة والتيار الوطني الحر اكبر كذابين، فمن كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع كل الفترة السابقة حتى اليوم، الأمن العام مع أي فريق سياسي كان بإمكانهم التحرك لكنهم لم يفعلوا. شابوا على هذا الكلام، معه حق ولا لا؟ هلا بالتفاصيل وزير الدفاع شفت قديه صلاحياته. هلا وزير الدفاع الحالي الوزير سليم شو عم يحكي عن مرحلة سابقة؟ ما بهم، بس هو نفس الصلاحيات ونفس الوزارة، ما هيك؟ الوزير سليم نقدم له تحية. في فرق معلش اسمح لي هون. وزير سليم قدم له تحية أنا. معليك. هلا معليك. على الشاشة. منحيي بس معليك. عم بقول لك أنا. في فرق، هيدي حكومة تصريف أعمال، قبل كان في رئيس جمهورية وكانت حكومة فعلية وكان كل شيء ماشي. هلا عم بيحكي عن وزارة مش عم بيحكي عن حكومة ورئيس جمهورية. لا عم بيحكي عن وزارة. مجبور أنا. يعني عم بقول لكم إنه بالمرحلة السابقة كان ميشيل عون رئيس جمهورية وكان الياس مصعب وزير دفاع وكان الأمن العام مع اللواء عباس إبراهيم يعني محسوب على الثنائي الشيعي، عم قلكم كل هاو هين عم قلكم مع الثنائي الشيعي او مع التيار؟ اذا بيحكي مع الثنائي الشيعي عم بقول اكبر بكرة الصبح هيك استضيفي حدا من الثنائي الشيعي اسألي شو عمل عباس ابراهيم او الثنائي الشيعي، عم تحكي هلا مع نولا السحناوي من التيار الوطني الحر، عم جاوبك على الشق اللي له علاقه فينا، عم بتقولي لي وزير دفاع، عم بقول لك بلبنان لحديث هلا الوزير الدفاع في صلاحياته محدوده، وحتى هالصلاحيات المحدوده قائد جيش بيقول لك انا ما بدي نفذها. عندنا مشكلة حقيقية بالوهم يلي هو وزير الدفاع قادر يعمل مش قادر يعمل. شو الشغلة الثانية؟ الأمن العام ما قلنا يعني مش تيار وطني حر، بعد في مين؟ بعد ذكر وحدة ثالثة نسيت شو هي. عم بيقول إنه الأمن العام والوزارة والرئاسة كانت معكم والرئاسة عم بقول لك الرئاسة بس إجا ليقول نحن خلص هلا شو ما بده يعمل ما حنخلي هذا الموضوع بعد دقيقة كسرت الدنيا على راسنا ما حنعيد الحديث. تا
طيب رح نحكي عن جلسة المرتقبة. شو السيناريو اللي رح يكون فيها؟ هل رح تبينوا إيد وحدة بمساءلة الحكومة ولا كمان كل واحد محضر عدة الهجوم تبعه على الرئيس ميقاتي؟ نشوف كيف رح يتم التعاطي. بس اسمح لي أنا وياك والمشاهدين ناخذ رأي القوات اللبنانية بهذا الموضوع. أصبح جاهز معي رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيمشيان. صباح الخير معاليك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. للمشاهدين أهلا. أهلا وسهلا فيك. كنت عم تسمع جزء من الحوار أستاذ ريشار. وكان في سؤال أساسي عم نقوله، ليش كل واحد فتح حسابه بملف هالقد مهم مثل ملف النازحين السوريين يلي بده، يلي يمكن هالملف من أهم الملفات يلي في عليه إجماع وطني، خلينا نقول بضرورة إعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم وبضرورة رفع هذا الضغط عن البلد بشكل عام وبالشارع المسيحي بشكل خاص، في هالقد وحدة حال بهالموضوع؟ ليش ما عم تعرفوا تتوحدوا على هالموضوع؟ ليه ما عم تحطوا جهودكم مع بعضكم لا تشتغلوا خلينا نقول فريق واحد بتصير قوة الضغط أكثر على الداخل وعلى الخارج؟ ممكن، يعني كل شيء ممكن أن تتوحد الجهود، وبرأيي لازم كل الجهود اللبنانيين ليس فقط بين القوات والتيار الوطني. هذه اليوم أزمة وجودية، وجودية، أزمة هوية، أزمة كيان لبناني، وبالتالي على كل اللبنانيين أن يتوحدوا، ما في أي مانع. هلأ طبعا رح يصير فيه، لأنه في عدة أحزاب وعدة فرقاء، رح يصير فيه توحيد للجهود، يعني في جونت إفورت مثل ما بيقولوا. ممكن كل واحد يشتغل شوي لحاله، ممكن ينعمل شيء مشترك. يعني اليوم مثلا بالبترون دعيوا اتحاد الأقل البلدية، صحيح في مؤتمر اليوم، صحيح هيدا نموذج أكيد. أهم شيء أنه كل الأفريقاء يعني وين عندهم قدرة أن يفعلوا سواء في الداخل أو في الخارج فليكن ذلك. يعني طيب بس دكتور سمير جعجع، دكتور سمير جعجع بمقابلته الأخيرة يعني علم، خلينا نقول، على التيار وعلى الثنائي الشيعي، سميهم أكبر كذابين، أنه لما كانت السلطة بإيدهم، وهلأ أستاذ نور عم بيقول الدولة العميقة مع الشيعة، يعني مع الثنائي الشيعي، أنه ما عملوا شيء، يعني وكأنه رجعنا إلى عامل الثقة المفقودة بين الطرفين. هيك ما فيكم توصلوا لنتائج. المهم من اليوم وطالع نبلش نفرجي عمل وانتاجية بهذا الموضوع. اوكي، قال ما قاله الدكتور جعجع كان رد على سؤال، لانه بفترة صار في نوع من اتهامات مبادلة، انتو شو عملتوا. لا، الاتهام كان واضح بمواقفكم الأساسية يلي كانت انه كنتوا من المؤيدين للنزوح. ماني عم بسمعك منيح. خلينا اليوم نتجه على الشغل، يعني كل واحد، نحن قمنا عم نقوم بواجباتنا، خلي غيرنا يقوم بواجباته اليوم وخلص. يعني خلينا نطلع الى الامام اكثر لمعالجة هذا. يعني في نية، يعني في عندكم كلنا كلبنانيين. أستاذ ريشار، في عندكم نية بالتواصل مع التيار وتوحيد الجهود بموضوع ملف النازحين، وتكون كلمة سواء وكلمة واحدة، مش كل واحد عم بي يعني يتناول الموضوع طريقته؟ قلت لك نأمل ذلك. يعني ما هلا ممكن نتقاطع بمحلات، ممكن نوحد بمحلات، ممكن كل واحد يقوم بتحرك لحاله، ما أنا مشكلة. المهم كل الجهود أن تصب في الهدف، في طيب بأي روحية، في الهدف الوطني الواحد يلي هو يعني إعادة هؤلاء إلى السوريين إلى بلدهم، يعني الانتهاء من أي وجود سوري غير شرعي بالبلد. اليوم في تحركات عم بتصير تجاه مفوضية، تجاه يعني عم نأزر قوى الأمن، عم نأزر الأمن العام، عم نأزر البلديات، عم نطلب منها من البلديات يلي منمون عليها، يلي التيار منمون عليها، يلي اللبنانيين بالآخر هن منتخبين انتخبوا هؤلاء البلديات، يجب أن يضغطوا عليهم باتجاه أن يطبقوا
القوانين اللبنانية أن يطبقوا تعميم وزير الداخلية للانتهاء من هذه المشكلة. عندنا مشكلة كبيرة يعني. طيب بس أنت بتعرف أستاذ ريشار بتعرف أنه الموضوع منه موضوع محلي داخلي لما بيكون في مجتمع دولي بأمه وبيه واقف بوجهك بهذا الموضوع بأي روحية مجتمع دولي سيدتي نحن علينا يعني بده شغل أكثر من عمليات الضغط علينا واجبنا الوطني وواجبنا اللبناني هذا وجودنا بالدق مش وجود الدول ولا وجود المؤسسات الدولية 100% بس اللي عم نقوله أستاذ ريشار لما عدد السوريين بيوصل إلى أن يوازي عدد اللبنانيين بعد 5 سنوات لا بيكون على الدنيا السلام نحن ما رح ننطر حدا ست سمر ممتاز رح نقوم بالخطوات اللازمة لإنقاذ بلدنا يعني أمامنا وطن في أزمة كبيرة يجب إنقاذه شو بدكم تنزلوا نهار الأربعاء نهار الأربعاء شو نازلين تقولوا بمجلس النواب شو الرسالة اللي حملينها شو الخطوة شو نازلين تقولوا شو اللي رح تطلبوه من الحكومة شو متوقعين يعني نهار الأربعاء الأربعاء بدنا نعبر عن موقفنا بهذا الموضوع صارت مواقف معروفة ست سمر أوكي كتير مهم التعبير بس شو الخطوات اللي بدها تتخذ أوكي رح ننزل وحنشوفكم ونفتح الهواء وتطلعوا تحكوا ونسمع الكلام وبعدين صراحة ما سمعت السؤال مش عم بسمع منيح عم بقول رح نسمع مواقفكم مواقف الجميع بالجلسة ورح يمكن إذا الجلسة منقولة مباشرة على الهواء رح نشوف كمان ونسمع كل حدا شو حكي وبس تظهروا من الجلسة بعدين بس تخلص الجلسة شو الشغل بده يصير يعني إنه أوكي عبرنا عن الرأي شو الشغل الفعلي اللي رح ينعمل شو رح تطلبوا من الحكومة لكن موقف التكتل الرسمي يعلن خلال الجلسة بس أنا في قلك من اليوم إنه هذا موضوع رح نطلب من الحكومة أن تعزز يعني تطلب من الأجهزة الأمنية أن تطبق القوانين كل واحد سوري غير شرعي خي إما يتم ترحيله إلى سوريا إما يعني يتم ترحيله إلى بلد لجوء ثالث وهون الحكومة بدها يعني تتحرك حكومة بدها تتحرك مع المفوضية العليا للاجئين لأنه هي موقعة هي وياها اتفاقية بالعام 2003 يلي بتنص إنه لبنان هو ليس بلد لجوء هو بلد عبور وبعد فترة معينة إما هالمفوضية هيدي تهتم بهؤلاء اللاجئين إذا هي حريصة عليهم تاخذهم على بلد ثالث أو بتردهم على موطنهم الأصلي وبتساعدهم بموطنهم الأصلي يعني هيدي العملية كمان بدها جهود دولة مش بس أفريقاء عم تتحرك مش بس بلديات عم تتحرك مش هناك نحن رح نطلب من الحكومة أكثر وأكثر أن تطلب من أجهزة الأمنية أن تطبق القوانين اللبنانية أن تطبق هذه الاتفاقية مع المفوضية العليا للاجئين ودور الحكومة أساسي بالموضوع لسا ما لنا قصة بس نازلين والله يعملوا شو أوف النواب طيب بيقول الدكتور سمير جعجع بيقول مليار يورو أوكي. أبعد من هون القصة أوكي بيقول الدكتور سمير جعجع أنه بما معناه أنه هذه المنظمات الدولية إذا ما طبقت القوانين رح نرفع دعاوى على هذه طبعاً. المنظمات في الأمم المتحدة وغيرها وداعيين لوقف احتجاجية في بروكسل يعني على هامش طبعاً. أو بالتزامن مع المؤتمر يلي بده ينعقد ببروكسل شو يعني نرفع دعاوى وإذا رفعته دعاوى طبعا شو بقول لك شو لانه الاتفاقيه الموقعه بين الامن العام ويعني بين الدوله اللبنانيه من خلال الامن العام والمفوضيه العليا هذه اتفاقيه دوليه وينطبق عليها تنطبق عليها مفاعيل القانون الدولي هناك خرق لهذه الاتفاقيه لانه بمجرد ما يعتبرون انه هن لاجئين ويتعاطوا معهم لابقائهم هون ولبل توطينهم هون هذا خرق للاتفاقية في خرق للدستور اللبناني يعني عدم التوطين في خرق لميثاق الأمم المتحدة اللي هو احترام سيادة الدول وبالتالي لا بالمذكرة نحن اللي قدمناها للمفوضية عبر ممثلة بلبنان حطيناهم أمام مسؤولياتهم وإيه ممكن نحن نلجأ إلى القضاء المختص القضاء اللبناني القضاء الدولي يعني في مراجع لن نقل جهدا بالتوجه إلى كل المراجع الدولية أوكي. من خلال يمكن الهيئة العامة للأمم المتحدة من خلال اتصالاتنا في الخارج بدنا نقول لهم أنه هذه المفوضية تحل بالقانون الدولي وتحل بالقوانين اللبنانية نحن ما بقدرين نحمل هذا الوضع
لكن سلاح الموقف سلاح اساسي يا ست صلاح. ايه بس مش على طول سلاح الموقف، بس مش على طول سلاح الموقف. صحيح انه الموقف سلاح، بس مش على طول بيكون فعال. يعني اليوم اذا اجت الدوله اللبنانيه، اسمح لي، اذا اجت الدوله اللبنانيه قررت ترفع دعاوى على هذه المنظمات الدوليه، وين بدها ترفعها وامام مين والثقه بمين وباي امم متحده وباي يعني معنا ما في ثقه، عندنا تجارب، عندنا قرارات دوليه لم تنفذ، فما بالك بالدعاوى يعني. سيدتي سيدتي، بغض النظر عن موقف الدول، برجع بقول لك نحن معلش رح اعطي مثل صغير يعني مع انه هو كبير. لما كنا عم نقول نحن على الاحتلال السوري ان يخرج من لبنان، كمان كانوا كثير عم بيقولوا والله شو بدكم بهالشغله والسوريين باقيين الى الابد. لما واجهنا التفلت والانتشار الفلسطيني المسلح بالسبعينات، كمان كانوا عم بيقولوا لا، لبل يمكن بعض الاوروبيين والاجانب طلبوا منا انه لا بلا هالحرب هذه وشوفوا شو بتعملوا انتوا وياهم، لبل طلبوا منا يمكن الرحيل عن البلد. لا، في قرار بالمواجهه بدك تواجهي، وبالتالي نحن هذا الواقع الغير شرعي السوري القائم في لبنان عم نواجهه بكل الوسائل الشعبيه والسياسيه والدبلوماسيه المتاحة لنا. لبل أكثر من هيك، الطلب من الدولة اللبنانية أن تطبق القوانين المرعية الإجراء في قانون الوجود، يعني هون الأمن العام كل واحد عنده قانون الإقامة، قانون العمل، كل هذه القوانين لما بتطبق أكيد بنبلش ناخذ نتائج، وبلشنا ناخذها بعدة بلديات الحقيقة، وفي كتير سوريين بلشوا يعودوا إلى بلدهم. عندي تاخذي قرار وتنفذي. ممتاز، سأكتفي بهذا القدر بموضوع النزوح. عندي ثلاث أسئلة سريعين أستاذ ريشار بمواضيع أخرى. أول وحدة، الرئيس بري بموضوع الرئاسي، الرئيس بري عم بيقول لا مفر في النهاية من الجلوس إلى طاولة حوار. تعوا تنقعد على طاولة حوار ومنتفي، وممكن بأقل من 10 أيام نعمل رئيس. فمستعدين لخطوة الحوار، خاصة أنه حتى الخماسية بلشت تحكي بهيدا الإطار، والكلام اللي سمعه الوفد في واشنطن منه كلام مطمئن بالملف الرئاسي عمليا. طبعا طبعا طبعا. لكن أول شيء، أول سؤال بيطرح هو هل الثنائي، تحديدا الثنائي الشيعي حزب الله وأمل، مستعدين للخيار الثالث؟ هذا واحد. اثنين، بما يخص الحوار، صار معروف بالبلد في تجمعين أساسيين إذا بدك، يعني نعم. في المعارضة، القوات وتجدد والكتائب والمستقلين ومن يدور في فلكهم، يعني في نقطة ثقل أساسية في البلد هي اللي هي المعارضة، وفي الثنائي الشيعي. يعني الحوار بده يتم طبعا بدون ما ننكر وجود التيار الوطني الحر، انا ماني بس عم بقول الخلاف الاساسي، الخلاف الاساسي بين هذا التوجهين اذا بدك، بين المعارضه والثنائي. طب شو المانع من مفاوضات ثنائيه ساعتها اللي مثل ما طرحناها هذه، تقول لك انه والله نحن قابلين للحوار، يعني اللي طرحوا الاعتدال، لماذا تم نسف مبادره الاعتدال الوطني؟ وبالتالي الحوار فيما لو هناك من حوار بده يتم من خلال تحت قبة البرلمان، من خلال تشاورات. يعني بعدكم على هذا الموقف ما في تليين، يعني ما في تليين بالموقف عمليا فيما يتعلق بالحوار. وبالتالي في حال، يعني في خيارين امام انتخاب رئيس جمهورية، اما نروح وهذا اللي عم نطالب فيه كل يوم، يفتح رئيس بري مجلس النواب، نروح الى عملية انتخابية طبيعية، ومن يفوز نحن مستعدين نقول له مبروك، او اذا عم بيحكي بالحوار وعم بيحكوا بالتوافق وعم بيحكوا بالكونسنسس، ما فيك تعمل كونسنسس وانت ممسك بمرشحك. سؤال ثاني، تعلن اقلها نيات عم بتطول لي بالاجوبه، انتهى وقتي للوصول الى خيار ثالث. تفضل لقينا على نص الطريق، ماذا والا لا، نحن مع المسار الديمقراطي الانتخابي البحث، قال يفتح البرلمان ولكل حادث حديث. طيب سؤال الثاني، كمان كنتوا كقوات لبنانية رأس حربة، وأنتوا اللي فتحتوا موضوع 1701 على مصراعيه، خلينا نقول عمليا بهيدا الموضوع. الوفد النيابي اللي موجود بواشنطن ومن ضمنه دولة الرئيس غسان حصواني، بكرة بس يرجع نعم. بخبركم أكيد بالاجتماع نعم. نتائج هذه اللقاءات، ولكن الكلام اللي سمعناه امبارح وما سرب، ويلي مش سرب يعني هذا
الحكي من الوفد يعني بالتواصل مع الوفد انه ال 1701 مش مطروح على الطاولة. هيدا كلام هوكشتاين بالترويقة مع الوفد النيابي مش مطروح على الطاولة. هذا القرار من عمل لحتى أكيد. خليني كفي. هذا القرار من عمل لحتى يتنفذ. وقال شيء أوسع من هيك بما معناه أنه الإسرائيلي ما رح ينفذ ل 1701 ولن يتوقف عن ما يسمى الطلعات الجوية والاستطلاعية فوق لبنان. فبما معناه انسوا شيء اسمه 1701. هناك شيء اتفاق جديد مرة امبارح هوكشتاين أنه أبرم أو إذا بدنا نلطفها منقول منقول على طريق الإبرام. خلينا نقول نقطة انطلاق هي 17-01 لأنه ما عندنا غير اتفاق قائم وفي إجماع عليه كان لبل حزب الله وافق عليه. أنا ذاك بس أنا بدي جواب سريع هلأ اليوم بدي انطلق اليوم مما قاله الرئيس بري إذا مزبوط يلي ذكرته جريدة نداء الوطن أنه المعركة في الجنوب بدون أفق. يشعر رئيس بر انه العمليه بدون افق. صح. طب اذا هيك العمليه امامنا هذا الاتفاق لما بنطبقه وتما حدا يزيد علينا خي بدنا نطبقه من الجهتين تطبيقه كامل. ما بدها طب اسرائيل عم بتقول لك ما بدي طبق بما يخصنا نحن اسرائيل عم بتقول لك ما بدي طبق. اسرائيل عم بتقول لك اياها صراحه ما بدها. اذا حدا تاني عنده غير حل غير ال 17-01 خلي يطرحوا للخروج من هذه الدوامة. يلا على ما يبدو على ما يبدو رح يطرحوا هوكشتاين سمر. الحرب في الجنوب أصبحت اليوم حرب عبثية. طيب إلنا صرنا عارفين لم تفد غزة بشيء لم تفد رفح بشيء لبل يعني تدمر الجنوب تهجر أهالي الجنوب. وبالتالي نحن أمام هذه الأزمة الوطنية الكبيرة. طيب هذا الرأي طبعاً نحن نصر على تطبيق 17-01 لأنه نرى فيه الحل الوحيد يعني من خلال تسليم الجيش اللبناني السيادة المطلقة. يا أستاذ ريشار معليك 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 اسمح لي بس اسمعني اسمعني. وهيك بتكون بداية الحل هيك بنشوفه نحن. طيب. بغض النظر عما يحضر مبادرات فرنسية أو أمريكية خلينا نحن نقوم بوجباتنا لمرة كلبنانيين ومنشوف شو بصير بعدين. طيب بتقوم بواجبك لما بيكون الطرف الآخر المعني بهذا الموضوع قاري من أساسه أو شايفه من أساسه لهيدا القرار. الإسرائيلي عم يطلع يقلك ما بدي نفذ لـ 1701. الأمريكاني عم بيقلك غير قابل للتنفيذ لأنه الإسرائيلي منه قبلاني نفذه. تجي بتقله بدي نفذه أنا؟ لكن ب 8 اكتوبر مش نحن فتحنا الجبهه معروف مين فتح الجبهه عم بحكي يعني عن 1701 بالتحديد. ست سامر خليني اقول شغله. انا لا ابرر الاسرائيلي ما يقوم به من جرائم سواء في غزه او سواء في الجنوب اللبناني بس خلينا نقر شي مره يعني معلش انه اخطانا باستراتيجيه اخطا حزب الله بفتح هذه الجبهه يلي بسميها. طيب مش الحال مش هذا موضوعنا هلا. انا عم بسال تحديدا عن ال 1700 يا اخي خلينا احكي. طيب يا عمي ما عم بتحكيني مش عم بتجاوبني عم تحكيني بمكان اخر. هيدا الكلام صار واضح يا استاذ ريشار. هالكلام موقفكم من هالموضوع واضح. بدي بس جواب بس سؤال كتير بسيط. عم بتقولي نظريتك ولا لا نظريتك جوابي. نظريتكم صرنا سامعين بنعرفها يعني معروف شو هو موقفكم ولم يتبدل. أنا عندي بدي جواب على سؤالي بس يلي هو جواب بس على سؤالي أستاذ ريشار لأنه خلص وقتي على الآخر بدي فوت عبريك. سؤال كتير بسيط. إذا الـ 1701 الإسرائيلي عم بيقلك ما بدي طبقه والأمريكاني عم بيقلك غير قابل للتطبيق ترجع أنت بتروح بتقلهم بلا أنا بدي طبق؟ بس أنا شو بدي بالإسرائيلي شو بده؟ أنا شو بدك بالإسرائيلي؟ ما هو طرفين اتفاق بسلم جيش الوطني الحدود وهيدي استراتيجية المشاغلة طلعت استراتيجية فاشلة واستراتيجية خطأ أدت إلى تدمير الجنوب. خليني أرجع استراتيجية الالتزام بالقانون الدولي وأخذ أنا القرار كحكومة لبنانية مش كحزب الله وانشر الجيش اللبناني على الحدود فيما لو إسرائيل ساعتها بدها توجه الجيش اللبناني نحن جميعا وراء الجيش اللبناني للدفاع عن الأراضي اللبنانية. طيب شكرا كثير لك ما بعرف اذا منيح. شكرا كثير لك على هذه المداخله رئيس جهاز العلاقات الخارجيه في القوات اللبنانيه ريشار كيومجيان. شكرا على مشاركتنا. قبل ما فوت على بريك موضوع ال 1701 ارجع احكي فيه انا وياك بس الجلسه معليك جلسه نهار الاربعاء
بدي أسألك نفس السؤال اللي سألته مع الوزير ريشار. أوكي حننزل نسمعكم عم تحكوا، تقولوا مطالعاتكم، تقولوا رأيكم، تقولوا مداخلتكم، يمكن تعصفوا بعضكم، ما بعرف، تلطولوا للرئيس مئاتي، هيدي فرصة لتشرحوا للرئيس مئاتي، هو عنده كلام بده يقوله ويبرر المليار يورو شو هي وكل هذا الكلام. خلصت الجلسة بعدين في عدة مستويات، عدة مستويات. في مستوى الأحزاب، شو فيها تعمل أحزاب؟ يا بدها بالمجلس النواب تاخد موقف وتصوت إذا في تصويت بالمنحة الصح، يا بدها على الأرض تشد جماعتها بقلب البلديات وتجرب تعمل جهد محلي. وهذا الجهد نحن بلشناه قبل ما يحكوا فيه القوات اللبنانية، عملنا مؤتمر وقلنا هذا الموضوع لازم نبلش نحط ضغط على مستوى البلديات، البلديات اللي منمون عليها شوي شوي تخفف وجود النازحين السوريين، بيعملوا عبء على بلديات تانية، بس شوي شوي هذا شيء بيكبر، بيعمل بولدوناج وبيوصل على حدود. هلا القوات اللبنانيه صار عم بيعمل نفس الشيء which is very good. على المستوى المجلس النواب نحن شو فينا ناخذ موقف ونقدم قانون. نحن قدمنا اقتراح قانون، قدمنا اقتراح ويعني عملناه بمعجل مكرر وعادي تنشوف اي صيغه رح تمشي، بس الاقتراح بيقول انه خلال 15 يوم بترحلي جزء من السوريه، خلال 3 اشهر جزء الثاني، يعني عامله اذا بدك كاتيجوريزاسيون عن كل صنف من النازحين، كل واحد كيف يعالج. وهذا القانون اكيد ملزم للحكومه. طيب الخوف تبع الشباك تبع الباب والشباك، يعني الخوف يعني كمان طرحوا الجميع انه بيطلعوا من المصنع او من الهيدا ويجعوا يفوتوا 100%. هذا اللي قلت لك بالاول، بس نحن حكومه، هون الاجهزه، نحن حكومه، منا يعني ما لنا جهاز تنفيذي، نحن بهاللحظه نحن بس قوه سياسيه ونواب. انا بدي ارجع لك بس على شغله بالنسبه للقوات اللبنانيه. القوات اللبنانيه هلا صرنا كنا عارفين انه بال 2011 وقتها نحن قلنا لازم نسكر الحدود وناخذ بالقطاره هالكم سوري اللي عليهم خطر امني او اللي عليهم شيء انساني وما نفوتهم لانه ما فينا عليهم، هن اخذوا الموقف المعاكس وقالوا هلا هن بوقتها شو تنقول للمشاهد الحقيقه، هن وقتها كان في حدا عم بيوشوش على ديناتهم من الدول انه هاي عمليه جراحيه ساقط. عمليه جراحيه عم نعملها بسوريا، رح نشيل النظام ورح نبدله بنظام تاني بيرجعوا النازحين السوريين. سو بليز ما ترفضون، خليهم يفوتوا على لبنان، بس القصه 6 اشهر سنه بيرجعوا على بلدهم. طيب هن صدقوا نفس الشيء بال 89 وتجوا وشوشون انه فوتوا على الحكم على الطائف وما تعطوا لهم وما بتكونوا الا مبسوطين. خلص الدكتور جعجع 11 سنه بزنزانه 5 متر على متر. ففي عندنا منحه عند القوات اللبنانيه انه بيصدقوا الغرب انه هو نياته طيبه للبنان وللمسيحيه وبيمشوا معه بالمخطط، وبعدين يعني بيتكسروا وما في شيء بيزبط والمخطط بيجي عكسي على حساب المسيحي وعلى حساب اللبناني. نحن بس بدنا نقول لهم اول شيء منيح انه يعترفوا بهذا الشيء، مش ينسونا اياه ولا ومش هيك ولا هو هيك مزبوط، وماشي حال بيغلط الواحد بالحسابات وبالتحليل، بس الفريق اللي ما غلط بيحط ايده معه بيقول له معك حق تعال نفكر سوا. ما في حدا ما غلط بهذا، عم بحكي بالتحليل بالنسبه لنيه الغرب. صحيح. حمايه المسيحيه اكيد هن غلطوا ونحن لا. بالنسبه للاجراءات الجريئه، الدكتور جعجع قال شيء هذيك اليوم على ال بي سي جريء، عم بيقول اليو ان اتش سي ار اذا ما التزم نقدم شكوى عليه وبيوصل لمحل بنطرده من البلد. مزبوط. انا بدي اذكر انه بال 2018 وسالتيني هذا السؤال شو عملته، الوزير باسيل وقف التاشيرات التجديد التاشيرات الدخول للطاقم تبع اليو ان اتش سي ار، وهيدي خطوه جريئه مش عم نحكي فيها 5 سنين بعدين، عملناها 5 سنين قبل. بس المشاهد ما يفكر انه احنا بس بناخذ مواقف، نحن بناخذ مواقف وبنعمل ومنواجه المجتمع الدولي. تفضل. طلع شيء، وقف التاشيرات، وقفت التاشيرات، وقامت الايام عليه وبعدين كسر الدنيا على راسنا. عم بحكي لك 2018. يعني كم شهر قبل ما انتم بالتيار الوطني الحر مع الترحيل القسري، يعني مع انه اذا وقف هالمجتمع الدولي كله بوجهك المجتمع الاوروبي وعندك حكومه اخذت هذه أكيد القرارات أكيد وعندك وعطيت خلينا نقول الاذن السياسي للجيش ولكل القوى الامن، انت مع انه
جيبوا بواخر آمنة عبون وبعتون. أكيد أكيد. قادرين نحن كبلد نتحمل هذه النتائج. إذا ضمننا نحن كل لبنانيين مع بعض ما في حدا بالعالم بيوقف بوشنا. أنا أكيد. وهن بغيروا. تبه هن ذاتهم يلي هلا بده يحطوا ضغط علينا. هن عم بيلعبوا على التناقضات. بس يشوفوا اللبنانية هيدا بيوشوشوا من ميلة وهيدا بيدفعوا له من ميلة وهيدا بيستميلوا من ميلة وهيدا بيقعدوا برئاسة وهيدا بيقعدوا بمدغشو بيقولوا لك هيدا جسم منه صلب. أنا بلعب هالتناقضات وإذا في كم واحد واقفين نحن لبيس وزيادة عن زوج. رح نتوقف مع فاصل إعلاني قصير نعود بعده بدنا نحكي بملف الرئاسي في عنا كذا ملف نحكي فيهم بريك. فيكم من جديد مشاهدينا ورحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيفي النائب والوزير السابق نولا السحناوي. أهلا وسهلا فيك من جديد. خلينا ننتقل إلى الملف الرئاسي. الملف النزوح بينحكى فيه كتير ورح ينحكى فيه كتير بالمرحلة المقبلة وقد ما نحكي يعني بلا خطوات عملية على الأرض ما رح نقدر نحقق شيء عمليا على أمل أنه عن جد يصير شيء بهذا الإطار. خلينا نحكي الموضوع الرئاسي. موضوع الرئاسي اللي كمان ملف على ما يبدو مفتوح إلى ما شاء الله بس في كلام جديد. خلينا نلخص هالكلام الجديد بموقف الرئيس بري اليوم لصحيفة الجمهورية يلي عم بيقول أنه عنا قدرة نعمل رئيس بعشرة أيام بس عدو تنحكي بتسموه حوار بتسموه تشاور سموه شو ما بدكم بس عدو على طاولة تنحكي وكلنا رايحين بلا أحكام مسبقة يعني عمليا موقف الكلام يلي قاله هوكشتاين فيه ونقل عنه عبر الوفد النيابي الموجود هناك بواشنطن ويلي عم بيقول انه في لازم يصير شغل حقيقي وجدي على موضوع فصل ملف الرئاسي عن موضوع الجنوب وغزة يعني اشتغلوا بالداخل بالملف الرئاسي اتركوا الجبهة بتربطون ببعضهم وهيدا كلام يلاقي كلام سمحت السيد حسن نصر الله وشيخ نعيم قاسم والرئيس بري والجميع بهيدا الإطار. طيب شو بالموضوع عندك الخماسية كمان يبدو في حركة جديدة بدها تنعمل بحسب الكلام يلي ورد اليوم بمقالة الأستاذ رضوان عقيل بالنهار هلا بنحكي عنه حوار ولا مش حوار؟ نحن مع الحوار ونحن مع فصل الرئاسة كليا عن الحرب وعن غزة. يعني ما في مصلحة للبنان يجمد مؤسساته ويجمد الرئاسة يلي شوي بينتظم البلد بالحد الأدنى بحرب مفتوحة وما بنعرف امتين بتخلص. حسب الحرب ضلت سنتين شو بنعمل؟ بنضل بلا رئيس سنتين. فنحن عم ندفع فاتورة بلا طعمة. نحن مفترض بين لبنانية مزبوط نتفق على إجراء معين بيوصل رئيس. يعني ما نضل واقفين انه فيه فريق بده مرشع فريق بده مرشع وخلص كل واحد قاعد وما منهز. طيب شو اللي بيقدر يكسر هذا؟ هلا هو الرئيس بري طارح فكره انه بينعمل حوار ومن بعد الحوار يفتح الجلسه. هذا بحد ذاته اجراء ممكن. طرحها بالسابق ورفضت. لا نحن قبلناها انتو بس انه رفضت. طيب اذا في فريق رفض كيف بدي اروح نحن عم تحكي معه كنت على المباشر مع القوات اللبنانية. يعني متقاطعين معهم؟ متقاطعين معهم على مرشحة مش مقاطعين معهم. جربوا اقنعوهم ينزلوا على الحكاية. مش كيف بدنا نقنعهم؟ ما نحن مش عم نقدر نقنعهم نعمل مخطط مشترك على النسحين. كيف بدنا نقنعهم على يعني يقبلوا بالحوار؟ وسمعت المواقف صحيح. المواقف منا لينة يعني مواقف صعبة عم تطلع من عندهم. ليش رفض الحوار وقت الحوار عم بيوصل من وراء على خطوات عملية نقطة استفهام. يعني إن شاء الله ما يكون في رهان على الحرب إنه ممكن تروح على غير شيء. بدك تنتبه على شيء إن شاء الله. شو اشرح ليها؟ يعني القوات اللبنانية عم بتراهن لتوسيع الجبهة مثلا؟ يعني أول مراحل الحرب كتير سمعنا مش رسميا بس تعرف الأجواء الشباب على الأرض إنه في شيء جديد جاي على لبنان وفي تغيير للموازين القوة وفي اجتياح وفي هذا بيغير كل اللعبة. إذا فريق مصدق إنه هذا شيء ممكن ومراهن عليه أكيد يعني بيصير ناطر هذا الشيء وما بده يخلص الموضوع. يعني معقول كنوا مراهنين على مثلا كلام يوقف جالنت إنه صيف ساخن في إن شاء الله؟ لا أنا ما بدي أقول إنه هن مراهنين هيك بس عم بقول في شيء ما بينفهم. فريق مسيحي
عارف قد ايه المسيحية عم بيدفعوا فاتورة بالشراكة وبالمؤسسات وبانهيار الدولة من غياب رئيس جمهورية. مزبوط. وفي رئيس مجلس نواب عم بيقول لك بنقعد نحكي شوي وبعدين بنروح على المجلس وبنفتح الجلسات. كيف بدك تقولي لا؟ يعني لا غريب عجيب. مزبوط. شو سبعة ايام انه هالسبعة ايام وقفة مع السبعة ايام محلها في ست شهور. هيدا لا مخوفتك من رهان عم جرب الفريق الرافض عم بتصور انه من وين بده يجي لا خارجي؟ من وين بده يجي لا يا انا ناطر شيء بس يوصل بده يريحني بمنطق تبعه يا 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 ما له تفسير. يعني اذا قولي لك انت كيف تشرحي انا ما بعرف سبعة ايام وبعدين جلسات مفتوحه وين المشكله؟ بس سبعة ايام هلا جمعه بيكون قطعوا السبعة ايام هلا بعد جمعه بيكون كانه قطعنا السبعة ايام شو بيصير؟ شو حيغير معناتها في شيء خارجي؟ مش هيك انا عم جرب يعني مش بس ما فيني احط كلام بتمون ما بنعرف شو في نيات بس عم بقول ان شاء الله ما يكون رهان لانه كنا عم نحكي قبل على الرهانات الخطأ ان شاء الله ما يكون في رهان انه موازين اللعبه كلها سوا رح تغير بعامل خارجي وباللي عم بيصير على حدودنا. الخماسيه يلي مهمتها يعني هلا مفرمله ولكن في شغل على ما يبدو بالكواليس عم بيصير وهي طبعا مهمه ليست مفتوحه يعني مش رح تضل الى ما شاء الله الخماسيه قاعده عم تركض ورانا عمليا بس يبدو في كلام جديد بما قالته استاذ رضوان عقيل بالاخبار بالنهار اليوم بيقول انه في خلينا نقول تقرير موحد أرسلته الخماسية وموافق عليه الجميع أرسلوا كل واحد إلى بلده بيتضمن شرح لواقع الأمر يلي صار بيقول أنه هذا التقرير لم يتحدث بالاسم عن مرشح رئاسي إلا عن سليمان فرنجية بيقول أنه بيجي بالتقرير أنه إن شريحة لا بأس بها من النواب المسيحيين لا يريدون انتخاب الرجل ولا سيما من طرفي كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر و بيضيف استاذ رضوان انه هالخلاصة لم تصل الى ان فرنجية فقد حظوظه رغم الصعوبات التي يواجهها بل انه لا يزال في مقدم المرشحين ولم يحذف اسمه رغم الفيتوات التي تعترضه من الداخل والخارج. السفيرة الامريكية ما تبنت اسمه ولكن ايضا لم ترفع فيتو في وجهه وبتقول عنه انه تتوقف امام صراحته وتحدثه بلسان واحد عمليا. هيدا بالنسبة لسليمان فرنجية بيحكي التقرير عن ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس وفصل الأمر عن الجبهة في الجنوب. عم بعطيك هون باختصار على ما يبدو من المقرر أنه السفراء يلتقوا عند السفيرة الأمريكية لتقييم أنجزوه ومناقشة ما تلقوه من تعليمات من بلدانهم. يبدو في تعليمات جديدة من بعد هذا اللقاء هلا جاي لعندك. من بعد هذا اللقاء هالسفراء بيروحوا بيزوروا الرئيس بري وبيحطوا بجو التعليمات الجديدة يلي اجيت. سفير واحد بيطلع على معراب لحتى يجرب يقنع الدكتور سمير جعجع بموضوع الذهاب بجلسة إلى جلسة حوارية قبل فتح جلسات انتخاب رئيس. وهلا بنحكي عن زيارات الدوحة لأنه في جملة زيارات إلى الدوحة. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا بربطهم أنه الأمريكان بكل مرحلة من هالمراحل بيروحوا على معراب وبيرجعوا بيزيحوه عن الرهان. يعني من بعد مقتل الشهيد باسكال سليمان شفنا انه السفيرة الامريكانية روقت الجو ووقفت النزول على الارض والهجوم على الجيش والهجوم على السورية وهجوم على الشيعة. يعني كل هالهمروجة اللي كانت عم تتحضر اجا حدا يطفيها. هيدا هالهمروجة كانت رهان مثل ما كنا عم نحكي. وهيدا هلأ عدم تسهيل انتخاب رئيس هو رهان على شيء خارجي. والأمريكان شفناهم بكل اللي عم بيصير خارج الحدود بإسرائيل منهم ماشيين بمخطط نتنياهو يلي هو توسيع الحرب. عم تقول لي انه سمير جعجع عم بيراهن على نتنياهو؟ لا عم بقول انه اقليميا ودوليا في خطين. في خط امريكاني بايدن يعني الاداره الحاليه عم بتجرب تعمل كونتينمنت لموضوع غزه واذا فيها تطفيه عم بتجرب تطفيه. وفي خط تاني بيتماهى معه نتنياهو انه لا منوسع ومنغير موازين القوة بغزة وبرات غزة ومع لبنان ومع ايران
ودنيا كلها. بدك تشوف كيف السفيرة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية عم بتروح بتطفي هذا النار مثل ما طفت موضوع الصواريخ المتبادلة بين إيران وإسرائيل. بلبنان بتروح بتطفي هذا الشيء عند القوات اللبنانية. يعني ما قلنا الخطوة أنا بشوفها بنفس 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 الاتجاه. اتهام خطير هيدا. اتهام خطير. ما بقى عندي كتير وقت وبفتكر انه ما بقى نمتلك كمان الكثير. يعني ما فينا نعيش بجو انه قاعدين عم نحلل شو بده يصير. علينا ان ننتظر ونرى كيف بدها تكون مسار الايام المقبله. بيرجع هوكشتاين ولودريان ولا ما بيرجعوا مأخرين ليرجعوا؟ كيف الجو؟ الاتفاق الجديد يلي نحكى عنه اللبناني مع الجانب الإسرائيلي بدل 1701 ما على يبدو تنشوف كيف بدها تصير أموره. بعد ما فيه شيء واضح عمليا بس يبدو أنه تم الاتفاق. في اتفاق صار. هلا منخفف ومنقول أنجز منقول أصبح قريبا من الإنجاز بس ما بنعرف شو مرتكزاته. بس الأكيد على ما يبدو أنه ما بقى في شيء اسمه 1701 بشكله الحالي. بعد عنا دقيقتين. ايه الأخطار الوجودية على لبنان حتى لو اللي عم بتقولي صح ومبين كأنه في جو تسوي ممكن يوصل بلحظة من اللحظات هذا ما بيمنع أنه في سيناريوهات بتروح لغير اتجاه. ونحن ما حدا بيعرف شو رح يصير. الأخطار الوجودية هالقد كبيرة على لبنان وعلى المسيحية أنه إجرام من قبل فريق من المسيحية ما يوحد الجهود اليوم قبل بكرة. وموضوع انه نحن ما معنا ساعة بالطيار لانه بالزمانات وقت اتفقنا نعين واحد بواحد ايه معين واثنين بالكازينو يعني عيب ينحكى فيه ايه بايام الجبهة اللبنانية. هيك اختصرت اتفاق معراب هن بيختصروا انه كنا متفقين نعين واحد بواحد ايام الطيار خالف والمخالفة الاولى اللي ولعت الشرارة كانت بالكازينو. يعني شوفي قديه تافه الموضوع. اوكي هيدا الحادثة هاي يتخبى وراها الواحد ليقول ما بدي حط ايدي مع الفريق الاخر. ليكي شو صغير بالنسبة له. بايام الجبهة اللبنانية كان الرئيس شمعون والرئيس بيير جميل والرئيس سليمان فرنجية رغم كل خلافاتهم ويبقوا مفجرين بعضهم بيبقوا مقاتلين ولاد بعضهم بس يلاقوا الخطر واصل على الابواب يجتمعوا يقولوا الفلسطيني واصل لازم نوحد جهودنا وناخد موقف مشترك. لكن هن وين كانوا ونحن وين صرنا. فإجرام من قبل فريق من المسيحية بوجه هيك أخطار وجودية. أنت عم تحكي عن إذا حماس صار فيها إذا غزة صار فيها ترحيل للمقاتلين أو للشعب الفلسطيني ورحلوا جزء منه على لبنان. أنت عم تحكي عن حرب أهلية بلبنان لمدة 50 سنة. أنت عم تحكي عن إذا ربح حماس عم تحكي عن الإخوان المسلمين بكل البلدان العربية رح يقووا كتير ورح يشكلوا وجود متطرف موجود بكل بلدان الجوار. انت عم تحكي عن نسحين سورية اذا قرر اي جهاز مخابرات بالعالم يسلح 1% منهم انت عندك حرب بلبنان لعشر سنين. فعم تحكي عن هيك اخطار وجودية. ما في عنا طرف انه انا زعلان وانا ما بحكي معه وانا ما بحبه. مش ضروري نحب بعض. خلينا نحمي ولادنا وناخد موقف مشترك وأكيد مع كل لبنانية. أنا مش عم أحكي بس مسيحيا بس الحلقة الأولى لازم تكون مسيحية. نعم. لحتى لي أختم ليه ما عم تحبوا بعضكم بالطيار؟ شو عم بيصير؟ ليه ما بتحبوا بعضكم؟ ما بتحبوا بعضكم كثير هالفترة عم تدعي للمحبة. ما عم تحبوا بعضكم أكيد بنحب بعض. أكيد بنحب بعض. فصل على عون من الطيار؟ انت بمجلس هذا الحكماء لك هذا موضوع داخلي. انا يعني ما يبطل داخلي لما بيطلع على العلن. نحن ما لنا حق نحكي فيه بالاعلام بس لنكون واضحين. انت ما تفكرين انا بكره اتهرب من سؤال وبحب صارح الكل بس هذا نحن في قرار داخلي انه كل شيء بخص علاقتنا بين بعض بقلب الحزب ممنوع نحكي فيها بالاعلام. هل صحيح انه في ليستا او كم اسم نيكست من بعد الان؟ هذا الموضوع نحن ما لنا حق نحكي فيه بالاعلام. لبنا نشوف مين بده يوصل على النهائيات عندكم يعني. وبدي لك شغل المحبه ما لها جنس العلاقه بكل هذا الموضوع. يعني موضوع حزبي محط
في الواحد بيقدر يكون انا نص اصحابي هو اللبنانيين اخواتي هدول يعني غبيان انا وياهم وبستشهد كل يوم لا علاقة كلنا هيك المحبه ما لها علاقه عم نحكي عن مناقبيه حزبيه عم نحكي عن وحده حزب عم نحكي عن وحده موقف هذا الموضوع ما له جنس العلاقه بالمحبه بس خلينا ما نفكر لانه بلبنان كله بيتشخصن بحب هذا وما بحب هذا وانا بكره هذا وانا بحب هذا ما لها علاقه في حزب بده يشتغل كجسم واحد ويكون في هيك لحمه بين الكل تنواجه ما في كل واحد تكون فاتح حزب احسابه بس هيدا ما بيضعفكم لما تكونوا عم تخسروا اعضاء واصوات يعني الاثنين بيضعفوا بدك شوفي ايه بيضعف كتله يعني الكتله يعني يسبو صعب على هون يعني عم بلشوا تخسروا حتى بمجلس نواب انكم ما تكونوا هذه الكتله الوازنه عمليا الاثنين بيضعفوا اللي يكون مضعضع الجسم بيضعف ويكون خسرت جزء من اصدقائك ومن رفاقك بضعف ثانيتهم بدي اشوف اي بضعف اقل على كل حال رح احترم فكره انه مع انه في كثير معلومات وفي كثير كلام ينحكى بهذا الاطار بس رح احترم فكره انه موضوع داخل التيار بدي اشكرك كثير على وجودك معنا وتلبيتك للدعوه 7 أيام كان عيد ميلادك ما هيك تعب زكريا تذكر انا خلال 23 نيسان بس اهلي تاخروا 15 يوم ليسجلوني سو تذكر انا 7 أيام ايه عقبال المية مرسي يوم 7 أيار يوم حافر بالتاريخ بعدة مراحل ما هي يوم عودة الجنرال ويوم 7 أيار صح انكومباتيبل شكرا كثير مع الوزير الاولى السحناوي والنائب في نائب عن الاشرفيه في تكتل لبنان القوي مشاهدينا الشكر كبير لكم ولمتابعتكم والى اللقاء.